وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة الزقازيق. دكتور باسم صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني منذ لحظات كنا نتحدث عن التدريبات المشتركة التي تشترك فيها مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين والسودان، والآن نتحدث عن علاقات مختلفة أيضا بين مصر والسودان، علاقات سواء من ناحية الصحة، علاقات استراتيجية، علاقات اقتصادية. نريد أن نتحدث ونقول المزيد من التفاصيل عن هذه العلاقات وأهميتها، لأن بالتأكيد أن السودان دولة مهمة جدا بالنسبة لمصر. الحقيقه السودان يعني بالنسبه لمصر هي عمق استراتيجي، محور من محاور ومحددات الامن القومي الشامل بالنسبه لمصر، سواء من ناحيه الجنوب بريا او حتى من ناحيه الامن المائي. هي الدوله التي يمر بها نهر النيل، دوله الاهم، هي الدوله الى جانبنا من تشكل دول المصب بالنسبه لنهر النيل، واحده من بين الدول التي كنا نشكل معا اقليما واحدا قبل خمسينيات القرن الماضي. نتداخل شعبيا، نتداخل اقتصاديا، نتداخل امنيا، نتداخل سياسيا، نتداخل اجتماعيا. الحقيقه ان الروابط بين مصر والسودان عديده ومتعدده، سواء من الناحيه الاقتصاديه، حجم التبادل التجاري بيزيد. عانت العلاقات المصريه السودانيه لفتره من تدهور بسبب اوضاع سياسيه وبسبب مواقف سياسيه بعينها اتصلت احيانا بشخوص من كانوا يحكمون قبل 2011 او قبل 2019 في السودان. ارتبطت باحداث تاريخيه بعينها، محاوله اغتيال الرئيس الاسبق حسني مبارك وشكوك حول اطلاع بعض الاطراف او الذين ينتمون الى السودان في هذه المحاوله، ولكن ايضا كانت بسبب الظروف الدوليه والظروف الاقليميه التي وضعت السودان على محور الشر او دوله راعيه للارهاب. كثيرا من الظروف التي جعلت مصر لحد كبير تتراجع شكل علاقاتها بالسودان. لكن تبقى ان العلاقه بين مصر والسودان هي علاقه بالفعل لها روابط كثيرة، روابط استراتيجية، حضارية، يعني هناك الكثير من الروابط أيا كان ما يمر بهذه العلاقة. بالظبط يا فندم، وده اللي حصل الحقيقة بعد تولي فخامة الرئيس السيسي منذ 2014، يعني أعاد العلاقات إلى طبيعتها. هذه هي طبيعة العلاقات المصرية السودانية، هذه هي طبيعة الرابطة الحضارية التاريخية، الرابطة الشريانية بين مصر والسودان، الرابطة حتى الاجتماعية. عدد كبير من السودانيين داخل مصر، عدد كبير ممن يقطنون اماكن يعيشون معايشه المصريين، يمرون بنفس المراحل. مؤخرا زادت كم العلاقات، يعني مع ازاحه نظام الانقاذ في السودان زادت كثافه هذه العلاقات، كثافه من حيث الزيارات، كثافه من حيث اللقاءات، كثافه من حيث عدد المسؤولين، كثافه حتى من تنسيق المواقف في القضايا الاقليميه، تنسيق المواقف في سد النهضه، تنسيق المواقف في قضايا الامن. مصر فتحت ذراعيها للسودان والسودان فتح ذراعيها. عدنا مره اخرى الى ما كانت عليه العلاقات قبل ان يشوب هذه العلاقات شائبات قليله، مرت في زمن قصير عادت العلاقات لهذا العمق. زي ما التقرير كان مع السات بيؤكد زياده حجم التبادل التجاري ليقارب 3-4 مليار دولار، واعتقد انه هيزيد في الايام القادمه. اتفاقيات لربط كهربائي، اتفاقيات لربط بري في محاوله او بدايه بتدعيم الربط البنيوي بين مصر والقارة الإفريقية. مصر تأخذ من السودان نقطة انطلاق نحو إفريقيا، تنسيق في مجال الموانئ، تنسيق في مجال التعاون العسكري، نصور النيل واحد، التدريب العسكري المشترك الذي يجري في أحد القواعد السودانية أحد الدلائل الهامة على عمق هذه العلاقات. تنسيق مواقف كامل بين مصر والسودان في عدد من القضايا الإقليمية والقضايا الدولية وحتى بعض القضايا الداخلية. مصر قامت بدور اتفاق جوبا للسلام بين الحكومه السودانيه وبين عدد من الفصائل المسلحه في السودان، دول يعني تعتبر او نص الاتفاق على انها احدى الدول الضامنه لهذا الاتفاق مع عدد من القوى الاقليميه. اذا مصر تؤكد و يعني مما لا يدع مجال الشك ان السودان عمق استراتيجي لها، احد محددات امنها القومي، احد محددات امنها المائي. لن تترك السودان وحدها في مواجهه عدد من الازمات. نعم، نتحدث أيضا عن عدد من المشروعات، دعنا نتحدث عنها سريعا. يعني مشروع الربط الكهربائي، خط السكة الحديد، بناء الطريق الساحلي بين البلدين، مشروع طريق قسط الوادي حلفة، أهمية هذه المشروعات يعني كل على حدة. الحقيقة أنها أهمية بالنسبة لمصر، وأهمية بالنسبة للسودان، وأهمية بالنسبة للقارة الإفريقية. أهمية بالنسبة لمصر، مصر لديها تجربة الآن، تجربة تنموية شاء من شاء وأبى من أبى، تحاول أن تصور أو تصدر هذه التجربة مرة أخرى بعدما كانت مصر تعاني من
سوء احوال في الكهرباء بدات تكون احد الدول المصدره، بعد ان كانت الثوره في غزه بدات ان تكون احد الدول المصدره. كمان لدينا دعم القطاعات الصناعيه الوطنيه، واعتقد ان لدينا فائض في بعض هذه الصناعات، فيمكن ان تكون السودان احد معابر التجاره الاقليميه لمصر مع القاره الافريقيه. اهميه بالنسبه للسودان، السودان دوله تواجه ازمه اقتصاديه ربما تحتاج الى بناء نموذج تنموي على نفس الشاكله المصريه مثلا، او على الاستفاده من البضائع المصريه التي ستكون ارخص كثيرا من التي تستوردها السودان من دول اقليميه او من قوى دوليه واقرب اليها من ناحيه البر. ربط مصر بالسودان يمكن ان يكون مصر احد الدول العابره للتجاره السودانيه الى جنوب المتوسط او الى الشرق الاوسط او الى شمال افريقيا. اما بالنسبه لافريقيا، افريقيا لديها حلم ترجم فيما يعرف باجنده الاتحاد الافريقي 2063. احد هذه الاهداف هو الربط البنيوي بين كافه الدول الافريقيه، الربط البنيوي بمعنى الربط خط سكه حديد يربط ما بين الاسكندريه او بين القاهره كيب تاون، طريق بري يصل ما بين القاهره كيب تاون، اي يربط شمال القاره بجنوبها. واعتقد ان قصة الوادي حلفة او الربط السكك الحديد بين مصر والسودان هو احد مراحل هذا المشروع الطموح للقاره الافريقيه، ربط كهرباء يمكن ان يترجم او يعني مصر تفتح ابواب التعاون امام الاستفاده الدول الافريقيه من الوافر او من الزياده الكهربائيه لديها. يمكن حتى ان او عرضت على التعاون عرض تعاون على اثيوبيا حتى في الفائض، او حتى ان تصدر لها بعض الكهرباء في مقابل حلحله المواقف الاقتصاديه معها. اذا هي مشروعات تحمل فائده لمصر، تحمل فائده للسودان، وربما تحمل فائده للقاره الافريقيه بشكل عام، تنم عن عوده قويه لمصر كقائد او كدوله محوريه استراتيجيه في القاره الافريقيه. نعم دكتور باسم رزق، استاذ العلوم السياسيه بكليه الدراسات الافريقيه، شكرا جزيلا لك.